الله الرحمن الرحيم. اليوم فاتح فبراير 2023، اليوم تم سحب ما تبقى من المركب لهذه الجهة، الجهة اللي كتشوفوا فيها هذه البويات هذو المنفخات. تم جر المركب، ما بقاش في ديك الوضعية ديالو، جروا باش يحاولوا يسحبوا الموتور المحرك. شوفوا حتى الديكور على اللي صورت لكم البارح مغير الديكور ديالو، ما بقاش الموتور على اليسار ولا الموتور على اليمين القدام، لأنه تم جره بواسطة هذاك التراكسر اللي كتشوفوا، هذاك اللي جرو، ولكن ما الجرة ما كملتش، يعني راه كيحاولوا دابا باش يعاودوا العملية، ولكن كيبان لي واش غتعاود ولا ما تعاودش، حنا باقيين هنا وما كيربطوا الخيط كما كتشوفوا. المشكل اللي وقع وهو أن التراكس ما كيجرش على استقامة واحدة مع الجسم اللي هو ضايع، كيجر على نقولوا طريقة ديال الزاوية، هو كيجر يعني مع الطريق ديال المون، ولكن ما كيجرش بطريقة مباشرة، كيجر جهة البلوكيس، يعني كاين واحد الرحى جهة البلوكيس هو اللي كيدور عليه الكابل باش كيتم الجر ديالو، ولكن هذا الجر هذا راه ماشي شي جر اللي هو 100% صحيح. القوة كلها كتمشي في ذاك الرحى، ما كتمشيش في القوة ديال التراكس، الجرة ديال التراكس. غنشوفو واش غتعاود العملية، لأن قالوا بأن الحمل تقطع، نشوفو واش غتعاود العملية ويتم سحب المحرك إن شاء الله بسلام، رغم أنني كنشوف العملية هذي ما توكلش، العملية ما توكلش كنظن. باقي المحرك باقي كنتظرو أنه يخرج، مازال العساس كيعس على المحرك، راه الدويره ديالو، غنشوفو ملي يتم الجر ان شاء الله شنو غتكون النتيجه. ربي تكون شي نتيجه طيبه، لان اخواننا قالوا لي لانه جر واحد شويه، لا فعلا البارح راه ما كانش هنا تقريبا واحد ربعة الامطار ولا ثلاثة الامطار ونصف باش يمشي على الجهة اليمين. الله يحسن عون هاد الناس هادو، الله يحسن عون البحارة، الله يحسن عون المرشد. نتمناو كيما كنقول دائما ان العملية ما تكررش، هاد الخطأ ما يتكررش، دخل عن طريق الخطر ولا يدخل ما بين الحاجزين ديال الصدر الشمالي والجنوبي، ومشى دخل من هنا لأنه كانت الضباب رابطة. هذا هو الإشكال، راكم شفتوا الفيديو، حاطينه في الفيس ولا في اليوتيوب، الناس حاطين معنا المركب هنايا باش كان كيتصارع مع الأمواج هنا وسط الصورة، تصارع مع الأمواج، ولكن للأسف الشديد غلبوه الأمواج وكان فوق الرمل، حرت كما كنقول، لذلك ما استطاع شيء إجابة مقاومة الأمواج. التراكس غادي يجر ولعله يجر شيئا، لاحظتوا الطريق هذه راه تم تعديلها شيئا باش كيدوز التراكس، باش داز هاد المولات ديك على غادي، باش داز ديك الجرة اللي هز ديك الجسم الشبكة المعدات وليتهم صاحب القضية وهذه الطريق، ليتهم الناس تدوز بخير وعلى خير، واش نقزوا نقز حجرة نقز حجرة نقز حجرة. مازالو منهمكين في ربط كامل بالمحرك، أنا أوكي جون سير على الله، جر سير على الله. دابا غادي يبدا الخيط يتمدد، نعرفو انه واش غادي يجر
ما غاديش يجر. الخيط مرخي، الطريقة كتبان لي ماشي الله الله. الآن بدا الخيط كيتمدد على ما أظن. شوفي المربوط الخيط، شوفي المربوط هذا كيتمدد، يعني غادي يتم الجر إن شاء الله. نتلوى الله، هما كيقولوا له سير سير. اللهم يسر وتكون الامور ناجحه ان شاء الله. احبس غرام باقي تما كيربطو، واش كيربطو ما نعرف. يتم الجر على الطريقه دائريه، وهنا ما كنعطيوش القوه ديالنا كامله للجر المحرك ابدا. سير 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 ماشي السيد 10 متر ومشى، وباقي الخيط باقي هو هو، لم يتمدد. شوت انا نوصل، مازال ما جر والو. سيدي نوصل، قربي وصل ليابسة. كيجر ها هو بدا الخيط كيتشبد دابا. والله يكون شي جرة صحيحة وما يتقطعش الخيط هاد المرة. شفتوا الخيط كيفاش تمدد، طلع طلع فوق الماء. شفتوا مسحوا الحبل عاوتاني، اللي ظهر الحبل عاد هما في الصخور. هو رجع باش يحاول يجر من جديد. وبيني وبينكم هاد الطريقة ديال الجر واش توفي، كل نهار كيجبدو جزء من المركب، واليوم كيحاولو يجبدو الموطور المحرك اللي هو كيسوى تقريبا 300 حتى 400 مليون. هادي اللي كتشوفو الحاملة ديال المازوط، كيكون وحدة كيكونو جوج في المركب، تقريبا كدير مليون ونص حتى جوج مليون. كيكون وحدة كيكون جوج لا أظن أكثر. شوف هاد اللحظة هي الحاسمة، يتم الآن الجر على الله على الله على الله. أول الخيط شوفوا كيفاش تمطط، واش غنقدروا نسحبوا المحرك ولا لا. بس عاوتاني ها هو، شوفوا ديك البويات كيفاش طلعوا في الهواء، يعني قرب انه يجر المحرك. إذا صدقت هذه العملية راه مزيان. سير سير الله. يلا شتي جاك شي حاجة ولا نشوفو مباشرة. زيد زيد الله زيد. واش كيجر شي حاجة ولا مكيجر والو؟ محال. سير هذا كيتحرك، هو غادي كما كتشوفو هذا كيتحرك الحباب، هو غادي. واش غادي يتجر كامل حتى الوضعية ديالو؟ سمعوا الأصوات ديال التقرقيب ديال الحديد. سير على بركة العملية، مفيهاش ملكين تكلم على الحجرة راه ماغادي. سير 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 زيد زيد. شوفوا شوفوا الحديد كيفاش كيتقلب، شفتوا الأمور غادية من حسن إلى أحسن. على الله على الله.
زال كيجر زال كيجر كاين شي حاجه خوتي تحرك الموطور اللهم يسير شوفي نص زيد 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 الامور غادي مزيانه الامور غادي مزيانه وشوف الرملات هزت من الارض اخوتي شوف سي ها هو فينا هو باقي كيجر باقي كيجر سير على الله سير على الله سير على الله هادي بها الحباب ها ها اسمع طرطق اسمع انا باقي لا تكالا القوة باش كيجر لا تتصور سير 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 هاسي راه وصال الحجر مبقاش في المون سير على بركة قادر الجليل والله إلا غادي تجرو تقريبا 30 متر مازال كيجر عجيب شوف فين وصل شوف فين وصل اخوتي شوف فين وصل باقي كيجر تقريبا حتى 30 متر اللي جروا كيعطي واحد الصوت سحب واحد الجزء كبير اخوتي من الموتور اللي مسحوب الان جزء كبير من المركب قالوا له حبس صافي حتى يعاودوا العمليه مزيان من جهه العمليه غير مازال خصها تعاود يجر من جديد لاحظوا الموتور هو الموتور كلمته الوحيده هذا المحرك وهنا الضلع شبه الضلع الضلع كبير العملية الآن